احنا مجتمعين اليوم بحضور السيدة الرئيسة ديال مقاطعة سيدي بليوط باش نعطيو انطلاقة ديال الأشغال على مستوى شبكات التوزيع ديال الماء الصالح للشرب تطهير السائل والكهرباء والإنارة العمومية. وهذه الأشغال كتدخل في إطار تهيئة ديال الشارع الزراوي بتراب المقاطعة واللي كتسهر عليه المصالح ديال المقاطعة والجماعة ديال الدار البيضاء. اللي كيميز هذا المشروع هو كاين مجموعة من المتدخلين، وقامت السيدة الرئيسة بواحد العمل كبير ديال التنسيق ما بين كاع هاد المتدخلين باش الأشغال تتم بواحد الصفة والبرمجة ديالها تتم بواحد الصفة معقلنة باش يكون ما يكونش واحد التأثير كبير على الحركة ديال السير والجولان داخل الحي. حنا الآن كنتواجدوا بشارع الزراوي التابع لمقاطعة سيدة بليوط عمالة أنفا. هذا الشارع هذا اللي غادي يعرف الأشغال ديال التهيئة ديالو في هذا الإطار، هذا في إطار ديال التهيئة ديال الشارع. لذا كتنجز حاليا عدة أشغال استباقية اللي كتهم مجال الماء الشرب والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية. هذه الأشغال كتشمل تحديدا تقوية شبكة الماء الشرب على طول واحد المساحة تقريبا ديال 1.3 كيلومتر، واحد القناة القطر ديالها 160 ملم، كذلك تجديد شبكة تطهير السائل على طول 240 متر للقناة القطر ديالها 600 ملم، وكذلك تقوية شبكة الكهرباء ذات الضغط المنخفض، وكذلك تقوية شبكة الإنارة العمومية. هذا المشروع هذا اللي مازال في قيد الدراسة حسب المخطط المديري لتهيئة الإضاءة، والكلفة الإجمالية ديال هذا المشروع كتبلغ حوالي 6.5 مليون ديال الدرهم. وللمساهمة في نجاح هذا المشروع المهم للمنطقة لذلك شاركت في عدة اجتماعات تنسيقية مع جميع المتدخلين وخاصة بحضور السيدة رئيسة المقاطعة سيدي بليوط. مدة الأشغال شحال؟ المدة على حساب المشروع كاين ما بين 3 أشهر حتى 6 أشهر.